التنقيب عن النحاس وإنتاجه في عمان تاريخ يعود إلى آلاف السنين، وتعزيزاً لمكانة سلطنة عمان في هذا الجانب يأتي الاحتفال بافتتاح مشروع منجم الغيزين لتعدين النحاس في ولاية الخابورة. المشروع ابتدى في 2011، وبداياته كانت بعمل كثير من الدراسات الفنية والدراسات البيئية والدراسات التي تتعلق بموارد المياه، تأثير المشروع على المجتمع المحلي، الفرص الواعدة اللي ممكن يخلقها. من 2011 عدة دراسات قامت بها، سواء كانت شركات محلية أو شركات أجنبية. جامعة سلطان قابوس أيضا قامت بعمل كثير من الدراسات. النتيجة المحصلة النهائية من هذه الدراسات هو وجود الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، تحديد كمية المخزون، التأكيد على كمية المخزون، ومن ثم تحديد آلية العمل وطريقة العمل. مثل ما شفنا اليوم في العرض المرئي راح يكون طبعا منجم تحت الأرض. جبال على مد البصر وبيئة جيولوجية غنية وجهت موصلة إنتاج خام النحاس إلى ولاية الخابورة كأحد موارد التنقيب في سلطنة عمان. بداية الإنتاج إن شاء الله راح تكون في الربع الثاني من 2024. أمامهم حوالي 12 إلى 18 شهر لإجراء عمليات التنقيب، الدخول إلى العمق المطلوب، ومن ثم بدء عمليات الإنتاج وكل العمليات المساندة لهذا المشروع، بما فيها النقل إلى محطة إعادة التركيز لخام النحاس. مشروع كبير انطلق بعدد من الدراسات الاستكشافية والجدوى الاقتصادية ليكون المشروع الأول من نوعه في عمان، ويعول عليه إيجاد الفرص الواعدة للقرى المجاورة. الفرص الوظيفية اللي راح يخلقها المشروع هذا للمنطقة المحلية، سواء كان القرى المجاورة أو الولاية بالكامل، والأعمال الأخرى اللي راح تكون مساندة لهذا المشروع. فالدراسات هذه كلها والأعمال اللي قامت فيها الشركة تثبت أنه وجود التعاون والتناغم ما بين المجتمع المحلي وما بين الشركة في خلق فرص أعمال جديدة، في خلق فرص وظيفية جديدة، دائما ما تبلور بالنجاح. تقنيات حديثة يقوم عليها المشروع تتبع أعلى مواصفات الأداء والأمن والسلامة. يعتمد مشروع الغيزين على تقنية التعدين الباطني تحت سطح الأرض، تحديدا بطريقة القطع والملء، لتعزيز سلامة العاملين في المنجم، بالإضافة إلى سلامة المنجم. وهي تعتبر من التقنيات الحديثة التي ترفع من إنتاجية عمليات التعدين. سيتم استخراج خام النحاس على عمق يبدأ من 75 متر إلى 230 متر بإذن الله، في خلال الفترة الزمنية تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات. وسيبرز منجم الغيزين كقيمة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من ناحية، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى، لتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام وتناغما مع رؤية عمان 2040. من المؤمل أن يكون مشروع منجم الغيزين بولاية الخابورة نقطة انطلاقة للنهوض بقطاع تعدين النحاس في سلطنة عمان. عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية الخابورة، محافظة شمال الباطنة.